ايه؟ شيتوتو ده مطعم فيه ايه؟ مهم. شيتوتو ايه؟ مطعم فيه ايه؟ مهم. عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيك والبيضة. شيتوتو شيتوتو. عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى. شيتوتو شيتوتو. عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع. عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. ما تجيش ازاي ما تجيش ازاي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش. عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش. شي تطو تطو مطعم ايمالو تطو وهم هم وديدي تطا مطعم فيه ايه؟ هم هم. اجمل سمعة لدنيا الدمعة عندنا هنا ملا قلم سامع. عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة. عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع. استمتع فيه بالقعده والاكل يقول لي ضرب الله. لما انت يا اخي عايز ديليفري قاعد على ترابيزه ليه وشغلها الله ما تقعد في بيتكم واحنا ندليفريك احنا نضل فرحك. تصور يا نجاتي انت عندك حق. انت عارف مشكلتنا ايه يا نجاتي؟ ان احنا مش قادرين نختار الزبون الصح اللي لازم يجي المطعم، لكن لو شغلنا مخنا هنختار الزبون الصحيح بتاعنا. انا رايي ان احنا نرفع الميلينيوم تشارج ومن الزبون نفسه نوعيته هتبقى تختلف عن الزباين اللي بيجن. لا 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 يا نجاتي ده فكرة قديم. الحكاية مش حكاية فلوس، الحكاية عاوزة فكر جديد. أنا المشكلة دي شغلاني بقالها فترة، علشان كده عملت دراسة جيدة جدا وعملت لستة بكل رجال الأعمال اللي في المنطقة اللي بيقعدوا في مكاتبهم من أول النهار لغاية ساعة متأخرة من الليل، وشملت الدراسة أيضا عدد الوجبات السريعة والعادية اللي بيطلبوها من المطاعم المختلفة. رجل الأعمال من دول يا نجاتي يبقى ماسك الساندويتش بإيد والموبايل بالإيد التانية وبيتكلم في الصفقات وقدامه علبة مناديل. يتكلم في الصفقة في التليفون، ياخد قطمة من الساندويتش، يمسح إيده في المنديل، يحسبها على الكالكوليتور. يعني على بال ما يخلص الساندويتش أبو 10 جنيه يكون في نفس الوقت خلص صفقة ب 10 مليون جنيه. انت
كده عملت التحليل الحلولي، فين بقى الحل يا ابن الحلال؟ ما هو التحليل الحلولي ده يا مثقف هو أول مراحل الحل. شوف يا نجاتي، رجال الأعمال دول إحنا عاوزين نجيبهم هنا، عاوزين يبقى مطعمهم المفضل في مصر كلها هو مطعم تشيتاتو. رجال الأعمال هنا، طب ما نقلبها بورصة بقى. برافو، سبحان الله، قادر على كل شيء. أهو واحد زيك جاهل فندقيا ممكن يتفتق ذهنه عن فكرة عبقرية، ده اللي انت قلتها دلوقتي. أنا أجيب عبقرية منين؟ أنا مالا؟ فعلا مطعم تشيتوتو هيتحول لبورصة، بيزنس سنتر، كمبيوتر على كل ترابيزة، انترنت، خطوط دولية، وبدل ما نزيع أغاني يا نجاتي نزيع النشرات الاقتصادية وأخبار البورصات العالمية، بورصة طوكيو، بورصة هونج كونج، بورصة نيويورك، حتى كمان بورصة القاهرة، أسعار النفط والمعادن المنجنيز والفوسفات، وفوق ده كله وقبل ده كله يا نجاتي سكرتيرة جميلة. سكرتيرة جميلة وحريم، مش مطعم ده بقى؟ السكرتيرة الجميلة يا نجاتي هتساعد رجل الأعمال اللي يجي المطعم إنه يرتب غداء عمل، عشاء عمل، يعني يقعد في المطعم كأنه حاسس إنه في مكتبه الخاص، يقعد يتلذذ بالأكل ويتلذذ بالصفقات كمان. شيتوتو بيزنس سنتر. شوفي يا عادل بيه، شغلانة السكرتيرة التنفيذية دي هوايتي، بحبها. وعلى فكرة أنا اتقدم لي عرسان كتير، وكان السبب في رفضهم هو شغلي، لأني بحب شغلي قوي. وللأسف الرجل الشرقي بيرفض إن مراته تكون مهتمة بأي حاجة غيره، وأنا البيزنس مان اللي بشتغل معاه بعتبره أبويا وأخويا وابني. أنا بذاكره، بعرف إن هو بيفطر إمتى وبيتغدى امتى وبيتعشى امتى. عشان كده كل رجال الاعمال اللي اشتغلت معاهم بعد ما سبتهم صفوا اعمالهم، ما يقدروش يشتغلوا من غيري. طب بتسيبيهم ليه؟ رجل الاعمال عامل زي الطفل الصغير، اول ما احس ان هو ابتدى يعتمد على نفسه ان هو مش محتاج لي اسيبه فورا. واول رجل اعمال اشتغلت معاه ما كانش بيقدر يفطر أو بيشرب قهوته غير من إيدي، لحد ما جه يوم زبطته. زبطتي مع واحدة؟ زبطته جايب سندوتشات من البيت، قال إيه مراته عاملاها له. ليه الدرجة دي؟ أما التاني فكان نازل مرة مستعجل من الشركة، خلى الساعي يلبسه الجاكيت. حسيت ساعتها إن أنا ماليش لازمة، زي الساعي، سبت له الشركة فورا. استنى تتكلم إيه؟ بكلم نجاتي الشيف بتاعي في المطبخ. بنفسك؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ فازة؟ كرسي في المطعم؟ حضرتك يا عادل بيه ده صميم شغل. كام النمرة لو سمحت؟ بسرعة مفيش وقت. 25 24 دخل. الو، اكلم مستر نجاتي من فضلك. ما هي ناز معاك، مش شغلك. انا بتكلم من مكتب عادل بيه. عايز تقول له ايه؟ عاوز اقول له منيو الغدا بتاع شركه الحلاوه الطحينيه خلص. منيو الغدا بتاع شركه الحلاوه الطحينيه جهز؟ لا مش هتكلمه، وبعد كده الاتصال هيبقى بيني وبينك. لو سمحت تبعت لي عصير برتقان على مكتب عادل بيه بسرعه. ايوه بس مش بحب البرتقان. مش بمزاجك، البرتقان بينشط الدوره الدمويه في الجسم. سيبني اشوف شغلي بقى يا عادل بيه. تشوفي شغلك ايه؟ هو انت لسه مضيت العقد؟ خبرتي بتقولي ان العقد اتمضى خلاص.
وليد بيه، احنا جهزنا فطار سريع كده لحضرتك. انا لسه ماهي، انا كنت عايزه اقول لها يا ريت تعدي علينا قبل ما تروح الشركه. لا مفيش عطل ولا حاجه يا فندم، كل حاجه هتمشي كانك في مكتبك بالظبط، احنا في انتظار ساعتك. فطار وليد بيه ناصف يجهز حالا. انا لسه ماهي، كنت عايزه اقول لحضرتك. الو، ايوه يا مازن بيه، انا مهيناز، اتاخرت علينا قوي. لا لا ما ينفعش، ده انا ما صدقت جبت وليد بيه ناصف بالعافيه. هتتقابلوا صدفه وهعرض عليه المشروع. انت عارف بقى رجال الاعمال بيتفائلوا قوي بساعه الصبح دي. اوكي اورايت، في انتظار سعادتك. يا انسه، انسه ماهي، انا بقالي ربع ساعه واقف قدامك مش عارفه اكلمك. سوري يا مستر نجاتي، بس ده شغل، وبعدين يعني عايز عادل بيه يحس ان في تغيير. عادل بيه؟ عادل بيه، ومفيش غير عادل بيه يا هانم. انا مش مجرد نقيب الشيفات على مستوى الجمهوريه وشيف غير منتدب هنا في المطعم ده يا هانم، انا شريك، شريك في المطعم ده وليا نسبتي. شريك؟ غريبه، عادل بيه ما جابليش سيره. لا يا هانم، شريك ونسبتي، بس انا ما بحبش اتكلم يا هانم. انا ليا 6% في المطعم ده. طب وحضرتك معترض على ايه؟ انا غلطت في اي حاجه؟ هاني معترض على طريقة التعامل بتاعت حضرتك. كل الاهتمام بعادل، ياكل ايه، يشرب ايه، ازاي يبقى مرتاح، وناسية 6% اللي ليا هنا في المطعم ده. حتى ما يبقاش عدل ده، it is not far away. طب حضرتك عايزني اعمل ايه بالظبط؟ يعني مثلا لو ابتسامة من ابتسامتك الحلوة دي، لو قلتي له كلمة حلوة واتدلعت عليه شوية، ما تنسيش 6% بتوعي، 6% من مشاعرك، من ابتسامتك الرقيقة دي، ما تنسيش 6 from 9 from 100 for me. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش مظبوط، لأن أنا ما بشتغلش بمشاعري ولا بتدلع على حد، وكل كلمة بقولها محسوبة كويس قوي. ومن فضلك بقى تسيبني عشان أشوف شغلي، أنت كده عطلتني 2:40. ألو نجيب بيه، أنا ماهي. بقول لحضرتك إيه؟ ممكن نأجل البيزنس لانش بتاع بكرة، نخليه دينر؟ يعني أنا رأيي إن إحنا ندي فرصة للجست إن هو يجيب معاه مراته أو صاحبته. لا، وإن شاء الله هنخلص البيج ديل زي ما أنت عايز. البنت مهيناز دي يا نجاتي جوهرة، لقطة. تخش على راجل أعمال من دول ما شاء الله، تخلص معاه مفيش في ثواني. بصراحة أنا لا يمكن أفرط فيها بأي سبب من الأسباب. بس دي عصبية قوي عادي، كل شوية تشخط فيها وتقولي أنت ضيعت من وقتي 2:40. معلش، هي فعلا عصبية شوية، دي مرة شخطت فيها أنا شخصيا. بصراحة أنا شديد الإعجاب بيها. بعد إذنك يا مستر نجاتي، معاد الغدا بتاع عادل بيه. اتفضل يا عادل بيه. شركة المياه الغازية عمل صفقة هنا في المطعم امبارح ب2,200,000. أنا طلبت منه 2% حصة للمطعم. أسهم شركة الأسمدة ارتفعت قوي النهاردة يا عادل بيه، فأنا رأيي إن إحنا لو اشترينا 10,000 سهم واستنينا عليه هيكون لينا بروفيت كويس قوي. البدلة الكحلي والقميص البينك رجعوا من عند اللاندري، يعني حضرتك لازم تغير هدومك على العشاء. لحظة. الو، ايوه وائل، قلت لك 100 مرة ما تكلمنيش وانا في الشغل، والله لو مش عاجبك انت حر.
مين ده اللي كان بيتكلم؟ أنا آسفة جدا يا عادل بيه، ده وائل خطيبي. وقتي مخطوبة؟ يعني مش لابسة دبلة؟ يعني أصل أنا لسه بدرس الموضوع، وبعدين الموضوع ما يستحقش يعني إن احنا نتكلم عليه، ده لسه تحت الاختبار. بس أنت ما هي كنت قاسي قوي مع خطيبك، حد يكلم خطيبه بالطريقة دي؟ والله يا عادل بيه، الخطيب اللي ما يقدرش وقت الشغل ويعرف إمتى يتكلم وإمتى ما يتكلمش يبقى خطيب فاشل. وبعدين يعني أنا شايفة إني خلينا أحسن في وقت الشغل. أيوة بس أنت مديرة المكان ويهمني قوي أطمن على ظروفك العائلية، لازم أطمن عليكي. أوكي، هنتكلم في الموضوع ده وقت قد إيه؟ يعني إيه؟ يعني عشان أحسب الوقت هنشوف، هنتكلم مثلا ربع ساعة عنه يبقى أخصم دوت من مرتبي. حضرتك مالكش ذنب. أنا أخصم من مرتبك؟ ما هي أنا لغاية دلوقتي لسه مش عارف أكافئك إزاي. أوكي يا عادل بيه، أصلي وائل خدعني خدعة كبيرة قوي، فهمني إن هو سبور وإن هو مش بيغير، لكن بصراحة طلع غيور جدا. بصراحة هو عنده حق، اللي أعرفك يا ماهي بصراحة لازم يغير عليك. ده غزل بقى ولا حقيقة؟ الاتنين لدو. طيب أنا شايفة نخلينا أحسن في الغدا. أنسة مهناز. نعم. مستر مجدي الخرساني بيسأل عليك. مستر مجدي شخصين جه؟ طيب بسرعة استقبلوه وادوله ويلكم درينك. مين يعني مجدي الخرساني ده؟ ده أكبر رجل أعمال في الشرق الأوسط كله، ده صاحب شركات الأسفلت. أي شارع يتسفلت في مصر، في الدول العربية، في أفريقيا، لازم مجدي بيه هو اللي يكون مسفلته. والأسفلت ده بيكسب؟ أي شارع هيتسفلت سمكه 6 سنتي، ده اللي في العقد، لكن الحقيقة بقى إنه هو هيتسفلت 3 سنتي بس، والباقي طبعاً في جيبه. ده حرام. كل المطبات اللي في بلدك سببها مجدي بيه. ده شيخ منصر. يا هناك يا سعدك يا عادل بيه لو عملت معاه أي بزنس. أيوة يا أنجولة، أيوة أنا مجدي الخرساني. مين معايا؟ جلبرتو. إزايك يا جلبرتو؟ أخبار الزفت إيه؟ الأسفلت ماشي إزاي؟ وزير التعمير بتاع أنجولة قاعد جنبك؟ سلم لي عليه الله يخليك. أيوة، عايزين يبنوا مدينة جديدة؟ طبعا عايزين يسفلتوها كلها. لا يبقى الموضوع محتاج ان انا اجي ابص بصة. دي واحدة. امتى نروح انجولا؟ السنة الجاية شهر 4 يا مجدي بيه. الساعة كام؟ مش مهم الساعة كام. ايوة جلبرتو، السنة الجاية بشهر 4 ان شاء الله. ايوة قول، وان شاء الله حقك هيوصلك. مع السلامة مجدي بيه. اهلا وسهلا. ماهي نال حبيبتي، وحشاني قوي. انا اول ما عرفت في المطعم ده جيت على طول. لسه برضو مزمزقه يا ست، حطي المبلغ اللي يعجبك وارجعي شغلك تاني. بس انا مبسوطه هنا قوي مع عادل بيه. قولي بقى، المطعم عجبك؟ يا سلام، المطعم ده فيري نايس، يعني لطيف جدا، وكفايه انك فيه، انت لوحدك مؤسسه. طب قولي بقى مجدي بيه، تحب تقعد فين؟ في قسم الانترنت ولا في قاعة رجال الأعمال؟ لا، أنا هحط الرحال بتاعتي في المنطقة دي. أيوة، والرجال بتوعي هعمل لهم الترابيزة دي والترابيزة دي علشان خاطر الأولاد. أرجوكي خلي كل الترابيزات دي على حسابي، فطار غدا عشاء كله. ويلكم يا مجدي بي. ما هو مش معقول الجمال ده كله يشتغل في الزفت. أنا كمان أول ما اشتغلت بالزفت كنت خايف وقلبي مقبوط زفت بقى، إنما اكتشفت إن الزفت ده دهب ياقوت مرجاني، ومن ساعتها ما بقتش أحاول أعرف اسم الحاجة اللي أنا بشتغل فيها. أشتغل في الهباب، في النيلة، في الأطران، المهم كل ده يجيب دهب. بلاش سوليتير يا منى، أنا شايف نجيب الشبكة دهب وبقية الفلوس نقضي شهر العسل. إيه ده بقى؟ أنت بقيت بتحسبها ولا إيه يا حبيبي؟ أنا مقصودش وما اقدرش احوش عنك حاجة، لكن طيب قولي احنا وصلنا كام دلوقتي؟ بالعفش والشقة ولا من غيرهم؟ كله على بعض. لا دي محتاجة على حسبة. لا 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 لا، على حسبة وكله ليتر؟ لا 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 لا، كلام ده ما يتقالش هنا في جاردان لامور.
انا حاجز لكم ترابيزه في البيزنس سنتر. ايه ده 2,600,000؟ هجيب ده كله منين؟ ده انا وعيلتي كلها ما نحتكمش على المبلغ ده كله. ايه ده بقى، انت هتبخل عليا من اولها ولا ايه؟ ما ببخلش يا حبيبتي، بس معنى الكلام ده ان انا هقضي شهر العسل في ابو زعبل وتجيبي لي عيش وحلاوه هناك. ولما انت كده بتحب ليه وبتخطب ليه وداخل لي بصدرك قوي ليه؟ انا مش داخل بصدري، انا كنت فاهم ان انا داخل بقلبي. خلينا في المعقول عشان نقدر نحققه. دي اخرتها؟ امال فين الكلام الحلو اللي عملته قوله لي من ساعه ما عرفنا بعض واتخطبنا لبعض؟ ايوه كده بان على حقيقتك. مش حقيقه، ده واقع. احنا بنتكلم في ارقام، وطالما الارقام دخلت في الكلام الموضوع ما بقاش حب، بقى بيزنس. بيزنس؟ بتسمي حبنا بيزنس؟ انا ما بتكلمش عن حبنا يا منى، انا بتكلم عن الفرح اللي انت بتحلمي بيه، المطربين اللي انت عايزاهم. مفيش بيني وبينهم حب. صاحب العماره اللي هناخد منه الشقه مش هدفع له ثمنها حب. ابوكي مش هديله مهرك عواطف ومشاعر. والاكل اللي هينزل على الترابيزه مش هدفع ثمنه حب، ومش هدي للجرسون بقشيش برضه حب. ارجوكي بقى خليكي واقعيه شويه. ياه للدرجه دي؟ ده انت اتغيرت في ثانيه. ما اتغيرتش يا منى، بس 1+1=2، والكمبيوتر اهو احسبها لك تاني. تحسبها لوحدك، انا ماشي. انا اعمل لكم اكله عاطفيه. كلوا انتوا، كلوا انت. منى منى ساره، العصافير طاروا بس كل واحد في ناحيه. اهلا وسهلا، امر حضرتك. انا وائل خطيب مهناز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ وائل. اتفضل حضرتك تشرب ايه؟ شكرا يا فندم، مش عايز حاجه. انا جيت للحق، انا عايز اموت، عايز اموت. ليه ليه يا استاذ وائل؟ بس ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ اعذرني بس، لو انت حطيت نفسك مكاني كنت اكيد هتحس بيه. مفيش راجل في الدنيا ممكن يستحمل الاهمال اللي مهناز بتعاملني بيه. انا في كل لحظه بحس باهانه، بحس بكرامتي بتنهار، بحس اني لازم ارتكب جريمه. ليه؟ هو انت ظبطتها مع راجل؟ راجل بس؟ مهناز ممكن تظبطها مع 50 راجل. يا نهار اسود. قولي احكيلي احكيلي احكيلي. ما هي ناس ما بتحبش في الدنيا دي كلها غير حاجه واحده بس، البيزنس. تخيل يوم خطوبتنا، يوم تلبيس الدبل، ما جاتش. ازاي؟ كان عندها عشاء عمل مع رجل اعمال كانت ماسكه له شركته، وطبعا نسيت ميعاد الخطوبه. للدرجه دي؟ واكتر من كده بكتير. ده كل ميعاد الدوله عشان نقعد مع بعض زي اي 2 مخطوبين. تسيبني مقطوع بالساعات مستنيها وهي ما تجيش. يا اما تبقى في البنك او في البورصه او في الغرفه التجاريه. طب استاذ وائل، يعني ما دام مش متفقين مع بعض للدرجه دي ما نسيبها. هو انا عارف؟ انا بقالي شهر بحاول احدد معاها ميعاد عشان اسيبها وارملها الدبله. الهانم مش فاضيه. طب يعني استاذ وائل حضرتك، يعني انا كعادل نور، يعني ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ واضح يا عادل بيه ان انا مش الشخص اللي في خيالها، مش الشخص اللي ممكن يملى عليها حياتها. تخيل دي في مره قالت لي انت مش طموح، انت مجرد موظف بيستنى لغايه اول الشهر عشان ياخد مرتبه. وهي طبعا بتحب الرجل المغامر اللي بيلعب في السوق، اللي بيدخل مزادات وبيدخل مناقصات. ما هي نازي عادل بيه مش حاطه في اوضتها صور ممثلين ولا مطربين. امال حاطه صور مين؟ حاطه صور رجال اعمال. تخيل سعادتك تدخل اوضه خطيبتك تلاقي صوره فورد واناسيس وعثمان احمد عثمان وبيل جيتس. انا اتعقدت. انا عارف نفسي كويس، انا استحال هكون زي الناس دي في اي يوم من الايام. بصراحه دي حاجه لا تصدق، حاجه مش معقوله. مش كده برضو؟ لا انا قصدي اقول يعني ان الناس اللي ما هي ناس حتى صورهم في اوضتها هم نفس الناس اللي انا حاطط صورهم في اوضتي. اصل دول مثل عليا، يعني انا نفسي في يوم من الايام ابقى واحد من الناس دول. انا كده فهمت،
فهمت ايه؟ ما هي الناس بتدور على واحد زيك انت مش واحد زي انا. بس صدقني والله انا عمري يعني ما قلت لها. عارف عارف والله يا عادل بيه، ما هي الناس قالت لي عارف الكلام ده من اول يوم اشتغلت معاك فيه هنا. ما هي الناس عندها عقله بتحب تعمل الراجل تصنعه، ولو لقت ان مفيش فايده فيه زي حالاتي بتسيبه فورا. بس من الواضح انها لقت فيك كل اللي بتدور عليه. بس غريبة والله يعني، ما هي ناس عمرها ما لمحت لي ولا عمرها هتلمح لك، لان انا زي ما قلت لك قبل كده هي بتحب حاجه واحده بس، البيزنس. فاستحاله طبعا تضيع وقتها ووقتك في الكلام اللي من النوع ده. هو الحقيقه ده رايها دايما دايما، وعشان كده انا جيت لك. ساعات لما بتفشل في الحب بتحب البني ادمه اللي انت بتحبها كل الخير وكل السعاده، حتى لو كان مع انسان تاني غيرك. عشان كده انا جيت اقول لك ان انا هسيب لك مهيناز. هسيب لك مهيناز وانا عيني مش فيها. هسيب لك مهيناز وانا بتمنى لكم انتوا الاثنين كل حب وكل سعاده. وصدقني انت محتاج لها، وهي كمان محتاجه لك. الانسان مننا بيحتاج دايما لحد يحتاج له. على اذنك. استاذ وائل، ضحيت هنايا فداء وهعيش على ذكراه. الزبت نزل، أسعار الزبت في النازل، أسعار الزبت بقى زي الزبت. عادي يا مجدي بيه، أسعار الزبت يوم فوق ويوم تحت. تحت دي باين عليها هتنزل كمان وكمان. أنا هبيع كل الزبت اللي عندي. اوعى تعمل كده يا مجدي بيه، اصبر على الزبت. اصبر على الزبت؟ ايه ده؟ الزبت طلع، الزبت طلع، الزبت طلع يا اخوان، الزبت طلع. وشك حلو يا ماهي، وشك حلو. فين بطل الشيكات؟ ايوه لحامله 10,000 جنيه. خد يا ماهي، مش خساره بيكي يا اجمل ماهي في الدنيا. ثانك يو سير. عادل بيه اتفضل. ده ايه ده؟ ده تشيك ب10,000 جنيه، حلاوة الزفت. زفت؟ زفت مين؟ مجدي بيه الخرساني. أصلي أسعار الزفت عالية قوي وأنا قاعدة جنبه، كسب في العملية دي 10,000,000 جنيه. إداني حلاوتهم. حلاوتهم؟ طب ده يبقى حلاوتك أنتِ، أنا مالي، اتفضلي. طالما أنا بشتغل هنا في المطعم معاك، أي فلوس تخش هنا تبقى من حقك. ماهي، انت مش معقولة. انت رائعة. انا كفاية عليا ان انا اسمع الكلام ده منك يا عادل بيه. طبعا اذنك، اصلي مجدي بيه عايزني، الظاهر ان هو داخل في صفقة جديدة. لا لو سمحتي انا عاوز اقول لك حاجة بس. اصل الحقيقة وائل جه هنا ومشي. هدي نفسك ما تعصبيش روحك. الحقيقه يعني هو جالي واتكلم معايا وقعد يشتكي من معاملتك ليه. وايه اللي يجيبه هنا ده؟ هو احنا فاضيين نضيع وقتنا كده؟ طيب عموما انا اسفه جدا يا عادل بيه. هو قاعد معاك قد ايه؟ ما فيش حاجه، ده دوب ربع ساعه ومشي. اخصمهم من مرتبي. لا ما تمشيش. عاوز اقول لك يعني ما تاخديش الامور بالعصبيه دي. أرجوك ريحني واخصمهم من مرتبي. مش عارف أقول لك إيه. أصل هو لما جاني وقعد يتكلم معايا الحقيقة قال إن أنا فسخت الخطبة وساب لك الدبلة أهي. ده أحلى خبر أنا سمعته في حياتي. ده أنت وفرت عليا جهد ووقت فظيع. عادل بيه أنا مدينة ليك بكل أيامي اللي جاية. ميرسي، ميرسي قوي. عن إذنك عندي شغل.
انا جهزت لك كل حاجه، بمجرد ما تقعد على الترابيزه الكل هيقول اوكي. ميرسي يا ماهي، الكوميشن بتاعك هيوصلك. حصل يا نجاتي. حبيت مايونيز؟ حبيت مايونيز ولا الفلوس اللي بتجيبها لك؟ الاثنين لدو. عشان كده مفيش قدامي غير اني اطلبها للجواز. وفتحتها في حكايه الجواز دي؟ فاتحها ايه؟ مش على طول كده. مايونيز دي عاوزه خطه، سيناريو يتكتب مخصوص علشانها. اوه، انت بقى تسبل وترسم وتديها طقم ستيفان روستي وما انا عارفك استاذ. لا يا نجاتي، اسبل ايه وارسم ايه؟ ماهي بتاع الحاجات دي خالص. ماهي دي ست بتاعت بيزنس، فلازم الدخل عليها تبقى دخلة بيزنس. اسمع يا عدول، انا ارفض الجوازه دي شكلا وموضوعا. ماهي سكرتيره تنفيذيه ناجحه، حلوه جميله رشيقه انما بليز ما تخلطش بين الجواز والشغل. كريتينو، انا هجوزها مخصوص علشان الشغل. على انا يا بابا، ده انت هيمان بيها. ايوه هيمان بيها قوي يا نجاتي. ليه بقى؟ لانها ست بتاعت بيزنس. احنا من اول ما فتحنا بيزنس سنتر وانا اتعلمت حاجه. شوف يا نجاتي، الثانيه اللي تضيعها من عمرك من غير شغل تبقى فرصه وضاعت منك. انا هتجوز مهناز علشان انقذ المطعم ده. اوكي تيك ايزي اند بريك كالك ناو يو ار اون اور اند هاف نوتنج تو دو ذس. الا انا بقوله ده، بس بقول لك ايه، ما تنسوش عمولتي انا في الجوازه دي. حسب نسبتي 6 من 10%، يا دوبك زغروطه واحده. انا عنايا ليك يا نجاتي. اتفضل بقى وابعت لي مهناز. السيدة الفاضلة مهناز القماش الحدد، بناء على رغبتنا في الاقتران بك فنرجو الموافقة على بنود العقد الآتية. البند الأول. أمري عادل بيه. اتفضلي. شوفي مهناز، تأسيس أي شركة بيحتاج إلى إيه؟ رأس مال، شركاء متفاهمين، خطة طويلة الأجل وسياسة عامة. مظبوط. أنا بقى عاوز أأسس شركة بيني وبينك. أول حاجة هتعملها الشركة دي هي شراء شقة هنعتبرها مقر للشركة، وطبعا الأساس والديكور أنت اللي هتشتريه بنفسك من أي مناقصة أو مزاد علني أو أي محل تختاريه. تكتبي ايه؟ بكتب طلبات لتأسيس الشركة. أول حاجة في الشقة دي إن لازم يكون فيها طبعا أوضة نوم، علشان لو ربنا أكرم يعني نبقى نخلف أولاد. وكم ولد تقريبا هتنتجهم الشركة؟ 2 3 4. من 2 إلى 3 أولاد لمدة قد إيه؟ يعني إيه لمدة قد إيه؟ يعني بنتكلم تقريبا في 5 سنين عشان نقدر نعوض المصروفات. ولا 3 سنين؟ 3 سنين ايه؟ على طول. اوكي، يعني لا يحق لاي من الطرفين الغاء هذا العقد الا بموافقه الطرف الاخر. هي حاجه زي كده. اوكي، انا بقى حصتي نسبه ولا راتب شهري؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماهي؟ انا كل حاجه بتاعتي هتبقى بتاعتك انت، هتبقى ملكك، انت هتبقي مراتي. ايه في؟ بليز يا عادل بيه، ما تخلينيش اغير رايي فيك. انا بقول عليك بزنس مان. ايوه انا بزنس مان، لكن اولا واخيرا انا مان قوي. ليه مشاعر، ليه احاسيس، ليه عيون بتدمع، ليه قلب بيدق، هي دم بيحس. خلينا في الشركة. اوكي، خلينا في الشركة. شوفي حضرتك، كأني يعني بقدم لك عطا. سوري، قدمت العطا متأخر. ليه؟ ما وائل لسه رامي لك الدبلة قدامي. وائل انتهى من حياتي خلاص، والعطا رسي على حد تاني. حد تاني بالسرعه دي؟ انت لحقتي؟ طب مين بقى صاحب النصيب بتاع العطا الجديد؟ مجدي بالخرساني. انت ده كلمتي؟
في ثانية بتبيعي نفسك؟ عادل بيه، مفيش داعي للتعبيرات الكبيرة والكلام المجعلص ده. الدنيا النهاردة كلها بيع وشراء. بص حواليك، المية بتتباع، الهوا بيتباع، حتى الضماير بتتباع، الدول نفسها بتبيع موقفها. وأنا واقعية وشايفة قدامي كويس قوي، وعارفة كل الصفقات اللي بتحصل. وانتي صفقة مجدي الخرساني الجديدة بتاع الزفت، هو ده اللي مخليك واقف محلك سر. الزفت اللي مش عاجبك ده مخليه هو ملياردير، والملياردير ده بقى هو اللي عاجبك. لما تعيش في غابة ما ينفعش ان انت ما تبقاش معجب بالأسد والنمر وكل الحيوانات المفترسة، لان قانونهم هو القانون السائد. ممكن قوي تحب أرنب بيمشي وبيتنطط في الغابة، لكن صعب قوي تعمل شركة معاه، لانه ببساطة مش هيقدر يحميك. ايوه كده باني على حقيقتك، انت تحب السلطة والقوة والفلوس. متهيالي ابقى عبيطة لو حبيت الفقر والغلب الازلي والضعف. انت ما عندكيش قلب. بس عندي عقل. ايه الاخبار؟ طمني، سافلتوا لغاية اني حتة؟ ايه؟ وصلتوا لبيت المحافظ؟ كويس، بعد بيت المحافظ بعشرين متر وستوب. استوب يعني توقف لغاية كده. ايه؟ 50 متر؟ ليه؟ انت اتجننت؟ هو احنا بنلاقي الزفت ده في الشارع؟ اسمع الكلام اللي بقولك عليه، وخلي المهندس المسؤول يبقى يكلمني. يلا مع السلامة. شايفا سكر اديفا نص معلقة. تفضل خد دي علشانك. 100 جنيه بقشيش ليا؟ أول مرة حد يديني بقشيش. يا فندم ربنا يخلي سعادتك ويفتحها في وشك يا فندم. والله أنت دعوتك حلوة ودعويك كلها حلوة. اسمع خد دول كمان، أنت باين عليك راجل طيب ودعوتك مستجابة إن شاء الله. يفتحها في وشك، يرزقك بولاد الحلال، يسلك طريقك، يرزقك بطعم سنان يكون شغال عشان مش فاهم ولا كلمة من كلام. ايه يا ماهي يا حبيبتي تأخرك عليا ليه؟ أنت عارفة إن أنا بتفائل بوشك. عارفة الأسهم بتاع شركة الأسماك البحرية؟ أنا اشتريت السهم ب10 جنيه بس، دلوقتي تمنه 25 جنيه. فعلا؟ أهو. طب استنى كده، يبقى مكسب 220,000 جنيه. 200,000 بس يا حبيبتي، أما 20 التانيين فدول ليكي أنت يا روحي. عدول أنا رأيي تسيبك من البت اللي اسمها مهيناز دي. ليه؟ انا لسه شايفها دلوقتي قاعده مع الراجل بياع الزفت ده اللي راسه عامله زي راس الفتيس العربيه النقل. شفته قاعده بتدلع عليه يا سيدي وحركات كده، لطشه منه 20,000 جنيه. اخ اخ اخ. ايه 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 ايه؟ بقولك احنا لسه على البار يا حبيبي، وهكون فتحتها في الموضوع. فتحتها يا نجاتي. ارجع في كلام. لا ما ارجعش في كلامي، لانها رفضت. انا اترفض علشان واحد زي الزفت مجدي الخرساني ده؟ تغور؟ لا ما تغورش، انا لا يمكن اخسر في اي عمليه دخلتها. طبيعي يا نجاتي، ما انت ممكن تنتصر بس هتخسر الجلد والصعد. مش مهم، الانتصار في حد ذاته متعه، دي مبادئ الماضيه. ما هي ناس بالنسبه لي صفقه لازم اكسبها. سوري شكلكم بتتكلموا في الشغل. لا 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 لا. ثانية واحدة مستنى كده. عادل بيه، ده تشيك ب20,000 جنيه، حصتي في عملية الأسماك البحرية، وحضرتك بقى ليك نص المبلغ. اتفضل. ايه؟ معلش، بزنس از بزنس. أما أنت بقى يا مستر نجاتي، فأنا عرفت من مجدي ان ادالك بقشيش 300 جنيه. 300 جنيه دول لازم يتحطوا في صندوق التبس بتاع المطعم، حضرتك بقى ضربتهم في جيبك. الكلام ده مظبوط يا نجاتي؟ يا عم دول اول قرشين يخشوا جيبي من ساعه ما اشتغلت في فشيت غلك يا غلاويه. اوكي يا عادل بيه، لما حضرتك بقى تصرف الشيك هبعدي اي وقت اخد نصيبي. مستني يا مهدي. انا عاوزك. نعم اؤمر. انا فكرت في كلامك كويس الحقيقه، انت معاك حق، بس انت ما تعرفينيش.
تفكراني أرنب طيب هادي غلبالك؟ لا الأرنب ده ممكن يتقلب لوحش مافيوزو. مش فاهم انت بتقولي ان الاخ مجدي الخرساني بتاع الزفت دخل مزاج في جوازك؟ مظبوط. بس انا لسه ما دخلتش المزاد. يعني ايه؟ يعني من حقي ادخل المزاد واخد فرصتي. اوكي انا ما عنديش اي مانع، بس لو تقدر انت مش قد مجدي الخرساني. لا هنا ناس انا جاهز خلاص. لا ايه مجدي بيه؟ نعم. عادل بيه كان عايز يتكلم معايا. اتفضل يجي المطعم مطعمه. على فكرة أنا قررت نقل إقامتي الكاملة هنا في المطعم لأن وشه حلو قوي عليا. مجدي يا خرسان اتفضل هنا، عاوز أتكلم معاك في موضوع مهينات. الموضوع انتهى خلاص، أنا عرضت عليها ديل وهي وافقت. لا الديل بتاعك خلاص اتلغى، في ديل أحسن. أنا ما صدقش الكلام ده خالص، لازم أسمعه منها هي بالذات نفسيتها. بصراحة شديدة يا مجدي بيه، عادل بيه عنده أوفر. لا أنا عامل لها أوفر أحسن من أي أوفر ممكن يتعمل لها. أنا حاطط في البنك ربع مليون جنيه. أنا هديها نص مليون جنيه كاش. عدول كده هتوقف عليك غالية أوي. أنا هحط لها مليون إلا ربع. عليا بمية وخمسين ألف دولار. مية خمسة وسبعين ألف يورو. مليون ونص جنيه. ميتين وخمسين ألف يورو. اتنين مليون جنيه. تلتمية وخمسين ألف يورو. لا انا كده بره، الموضوع ما يستاهلش اكتر من كده. على العموم مبروك. شي اظن يا نجاتي الجوازه دي اغلى جوازه في مصر، مفيش حد في مصر كلها دفع 350 الف يورو. ما بلاش تجيب سيرة اليورو دي قدام المأذون، لا ياخد نسبته باليورو. انت طيب قوي يا نجاتي. انت فكرك انا ههدر فلوسي كده؟ نجاتي نص ساعة ومايا هتبقى مراتي خلاص، فلوسها هتبقى فلوسي، فلوسي هترجع لي. انت دماغي عدول، دماغك ما حصلتش، بس البت مش سهلة. سهلة مش سهلة، مش دي قضيتي يا نجاتي. هي بس تجيني تخش بيتي هتشوف انسان، لا انساني، انسان غير متحضر. شوف يا نجاتي الحبل ده هتتربط بيه، والكرباج ده هتتلسع بيه. اسمح لي ارفع القبعة قدام جنياستك التي فقط الحدود وانحني لتخطيطك الارهابي. ده انا مافيوزو يابا، عشت 20 سنة مع اعتى المجرمين في ايطاليا. مافيوزو مافيوزو يعني. الست ماهي دلوقتي عند الكوافير بتعمل شعرها وبتتزين وبتتزوق، فاكره نفسها داخله على الهنا والسرور. ما تعرفش اللي مستنيها يا نجاتي. قال مجدي الخرساني مقدم عطا احسن منك يا عدولة. طيب يا ماهي رد على التليفون. الو. اهلا ماهي هانم. اهلا مبروك يا عروسه يا ستي. الله يخليك. عادل بيه قدامه يا ستي، الراجل هاري نفسه فرفان او مدلع نفسه اخر الاجه. نعم يفتح كمبيوتر الكنتالوب. مال الكنتالوب؟ يفتح الكنتالوب في ايه؟ كيسنجر ماسنجر كيسنج يو
تعرف واحد اسمه يوهو كيسينجر؟ يا حبيبتي ماهي، كيسينجر عاوزني في حاجة؟ ماسنجر، معلش انت عارف انا جاتي كريتينو. وحشتيني وحشتيني يا حبيبتي. حاضر هفتح اللابتوب حالا. ماهي دي عمرها ما هتتغير، حتى في يوم جوازها برضو مدخلة التكنولوجيا. حاضر يا هشوف كل حاجة وارجع اكلمك يا حبيبتي، ومستنيكي بقى. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. باي باي باي. اقفل التليفون يا نجاتي. ايه ده؟ هاي عادل بيه. على فكرة سوري انا مش هقدر اجي فرحنا النهاردة لسبب بسيط قوي، ان انا بقضي شهر العسل مع وائل في اسبانيا. حبيب قلبي عادل بيه، حبيب قلبي من جوه. يا سيدي احنا بنتشكر لك كتير قوي على 350 الف يورو، حق ربنا عملوا معانا شغل جامد جدا. بالمناسبة يوم ما تفكر تتجوز ما تفوتكش جزر الكناري. جزر الكناري؟ لا يا عادل بيه ما تضايقش نفسك قوي كده، اصل انا كنت عايزه اتجوز وائل وبصراحه كانت ظروفنا صعبه قوي، فما كانش عندي طريقه تانية. بس اوعدك اول ما ظروفنا تتحسن هرجع لك فلوسك. فلوسي ال 350 الف يورو؟